بداية يسعدني ويشرفني أن أتقدم إليكم جميعا بالشكر الجزيل على تلبية الدعوة لحضور هذا الحفل التربوي الذي تنظمه المديرية الإقليمية عند نهاية كل سنة دراسية تكريسا لثقافة الاستحقاق والتميز بالإقليم. كما أتوجه بالشكر الجزيل وخالص الامتنان للسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم العرائش على الدعم المتواصل والتشجيع اللامشروط الذي يخص به التلاميذ المتميزين والمتفوقين، وهي مناسبة أيضا لأعبر عن تقديري المجهودات القيمة والقنينة والتنويه بمساعيه الحميدة والمتميزة في دعم قطاع التربية والتكوين بالإقليم. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على دعمه الدائم للتلميذات والتلاميذ بصفة عامة والمتميزين دراسيا بصفة خاصة، حيث كانت هذا الصباح حضر تلة من التلاميذ في حفل تميز على مستوى جهة طنجة تطوان. الشكر موصول أيضا لكل من ساهم من قريب ومن بعيد في إنجاح هذه المحطة التربوية التي تتزامن واحتفالات الشعب المغربي بتخليد الذكرى 23 لتربع صاحب الجلالة عرش أسلافه الغر الميامين. وبهذه المناسبة الغالية أتشرف أصالة عن نفسي ونيابة عن الأطر الإدارية والتربوية والتقنية بالإقليم بتقديم آيات الولاء والإخلاص لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. حضرات السيدات والسادة، إن موسمنا الدراسي الحالي كعادته موسم مميز وفارق. أولاً على مستوى الوطني نشيد ونثمن عالياً تنظيم المشاورات الوطنية الموسعة حول تجويد المدرسة العمومية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة منذ شهر مارس تحت شعار تعليم ذو زوجة للجميع، والتي كانت محطة مهمة لإغناء النقاش وتبادل الأفكار وتحفيز الذكاء الجماعي من خلال فسح المجال لمختلف المتدخلين والشركاء والفاعلين داخل المغرب وخارجه للتعبير عن آرائهم وتصوراتهم واقتراحاتهم بهدف إرساء الأمل المنشود للمدرسة العمومية وإطراء خارطة طريق تجويد المدرسة 2022-2026. ثانياً على مستوى المحلي، بالنظر إلى تنامي مؤشرات التمدرس وتوسيع قاعدة العرض التربوي بالإقليم وانخفاض نسب الهدر المدرسي هذه السنة بالخصوص خاصة في السلك الإعدادي وما حصدته المديرية الإقليمية هذه السنة من نتائج ورتب وشواهد نوعية على المستوى الجهوي والوطني وكذا ما نعيشه اليوم من تميز ونتائج جد حسنة، وبهذه المناسبة أهنئ تلامذتنا الأعزاء المتفوقات والمتفوقين والذين حصدوا أعلى النتائج والتي يمكن إجمالها على ما يلي. بالنسبة للسلك الثانوي التأهيل البكالوريا، نسبة النجاح بالبكالوريا الدورة الأولى العادية 68.99، وبالتالي فإن عدد الناجحين الحاصلين على شهادة البكالوريا في الدورة العادية بلغ 1712، منهم 1541 إناث، بمعنى نسبة النجاح 73.49 بالنسبة للإناث. كما تميز هذا الموسم الدراسي بالارتفاع الملحوظ في عدد ميزات النجاح 1259 بميزة بنسبة 73، بمعنى نسب النجاح عندنا 73% كلهم حصلوا على ميزة والباقي بميزة مقبول. عندنا 138 ميزة حسن جدا، 315 ميزة حسن، و 86 ميزة مستحسن. بالنسبة للسلك الإعدادي بلغ عدد المترشحات والمترشحين 7263، نسب النجاح 65%، قدمنا 13 رتبة على السنة الفارطة، أعلى معدل بالإقليم 19.37، بعد قليل غادي ندوزو للتتويج. بالنسبة للسلك الابتدائي بلغ عدد المسجلين لشهادة السلك الابتدائي 9716، نسب النجاح 95%، أعلى معدل في الإقليم 9.96. هذا فضلا عن النتائج الإيجابية التي حققها أبناؤنا الأعزاء من المتفوقين والذي سنحتفي بهم هذا اليوم السعيد. كما أهنئ تلامذتنا الأعزاء المتفوقات والمتفوق على المستوى الجهوي، وأخص بالذكر التلميذ زكريا قنديل معدل العام، أعلى معدل
المعدل العام التعليم العمومي في جهة طنجة تطوان 19.04 دار السكندري. وهو بالمناسبة تم تتويجه هذا الصباح في الأكاديمية من طرف سيدي أعلى معدل التعليم العمومي في جهة طنجة تطوان. على نقطة بخصوصي في المناسبة أود أن أنوه بمجهودات السيدات والسادة. هذه المداخلة سوف أقتصر فقط على بعض المنجزات والأوراش المفتوحة لتطوير العرض المدرسي وتحسين ظروف التعلم والتمدرس وتعميم التعليم الأولي وتعزيز جاذبية المدرسة، حيث سيبلغ عدد المؤسسات المؤهلة عند بداية الموسم المقبل إن شاء الله 181 مؤسسة، كما سيتم تعويض 263 حجرة من البناء المفكك بطبيعة الحال إلى الصلب، هذا فضلا على أن بنيات الاستقبال هي الأخرى، وبفضل مجهود المديرية الكبير لاستكمال الأوراش المتعلقة ستعرف توسعا لافتا عند بداية الموسم الدراسي، إذ سيتم تعزيز وتوسيع بنيات الاستقبال بافتتاح قسم الداخل الريصانة الشمالية، وافتتاح المدرسة الجماعتية بنوروش تطفت، وافتتاح المدرسة الجماعتية المشيشي للجماعة الترابية بن عروس، وافتتاح إعدادية سوق الطلبة، كما سيتم إحداث ثانوية تأهيلية بجماعة الطفط، وثانوية تأهيلية بني قرفط، وثانوية تأهيلية زوادة، وثانوية تأهيلية قصر بجير، وإحداث ثماني جماعات مدارس جماعتية المدرسة، حيث تم إعطاء انطلاقة الأشغال المدرسة الجماعتية تزروت، المدرسة الجماعتية بوجديان، القرطبي بالجماعة الترابية القلة، علام الفاسي المدرسة الجماعية علام الفاسي بالريصانة الشمالية، المدرسة الجماعتية زوادة بالجماعة الترابية زوادة، المدرسة الجماعتية إدريس الأول بن قرفط، إحداث مدرسة مستقلة ابتدائية بالجماعة الترابية العوامرة، وإحداث مدرسة مستقلة بالقصر الكبير، إحداث أربع إعداديات كذلك، وإحداث مدارس الفرصة الثانية ليصل العدد إلى 7، وافتتاح مركز التفتح الفني والأدبي بمدرسة محمد الخامس بالعرائش، وبمدرسة المنزه بمدرسة المنزه بالقصر الكبير، هذا إلى جانب توسيع قاعدة أقسام الدمج المدرسي للأطفال في وضع إعاقة، تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة، بالإضافة إلى فتح 120 حجرة جديدة للتعليم الأولي بالمؤسسات التعليمية بالإقليم من أجل تعميم وتطوير التعليم الأولي ببلادنا، حيث بلغت نسبة تعميم التعليم الأولي بالإقليم 86% إلى حدود الساعة. أيها الحضور الكريم، فيما يتعلق بمجال تفعيل أنشطة الحياة المدرسية بمؤسسة الإقليم باعتبارها المدخل الأساس لتحقيق النهضة التربوية لتحسين جودة التعليم، فقد عرفت المديرية موسم حافلا بالعطاءات النوعية على مدار السنة من خلال تنزيل مجموعة من المشاريع التربوية الهادفة والبرامج التعاقدية الرائدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، من خلال جعل المتعلم في صلب العملية التعليمية التعلمية عبر تنزيل مجموعة من المباريات والمسابقات التربوية في إطار تشبيك الموضوعات بين الأكاديميات على المستوى الوطني، وعبر مجموعة من البرامج الجهوية والمحلية من جهة أخرى، بهدف جعل المؤسسة التعليمية فضاء جذابا للتحصيل واكتساب وتطوير العمل التربوي وتحديثه. وهكذا فقد كانت مديرة العرائش رائدة من خلال مشاركة في المسابقات الجهوية والوطنية، خاصة إذ حصلت مديرة العرائش على أولا الرتبة الأولى، ونالت ثانوية المحمدية التأهيلية بالقصر الكبير شرف الفوز بكأس البطولة الوطنية المدرسية في كرة اليد لهذه السنة. كان من ثانوية واد المخازن الإعداد بالعرائش والتلميذة لينا مالكي مؤسسة دور المعرفة في المهرجان الوطني للموسيقى والتربية بمراكش. حضرات السيدات والسادة، إن هذه النتائج النوعية التي حققتها المديرية بالإقليم يرجع بالأساس إلى المستوى العالي للانخراط الإيجابي والمسؤول والمتميز لكافة الأطر التربية والإدارية بالإقليم، ولمساهمة كافة شركاء المنظومة في تحسين مؤشرات الجودة بالإقليم، لا يسعني إلا أن نشيد به ونحرص على استدامته وتقويته. وبهذه المناسبة تتقدم المديرية الإقليمية بخالص الامتنان والتقدير إلى السيد عام إقليم العرائش على ما قدموا لنا من دعم وجهد في إنجاح مختلف المحطات وخاصة الامتحانات الإجهادية، ومن خلال كذلك برامج دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والشكر كذلك من خلال إلى كافة الأطر العاملة
بعمالة الإقليم العرائش ورجالة السلطة بالإقليم. إلى السيد الشكر كذلك موصول إلى السيد المدير الأكاديمية الجهوية وما يقدم الجهودات لتجويد العقد التربوي ومن خلال كافة رؤساء الأقسام والمصالح والأطر العالية للأكاديمية. الشكر موصول إلى السيدة والسادة البرلمانيين، إلى السيد رئيس مجلس الإقليمي ومن خلال كافة أعضاء المجلس، إلى السيد رئيس جماعة ترابية والقصر الكبير وكافة أعضاء المجلس. إلى الشكر كذلك موصول إلى رئيس الجماعة الترابية بالعرائش وكافة أعضاء المجلس، إلى السادة رؤساء الجماعة الترابية التابعة بالإقليم العرائش، إلى السادة ممثلي المصالح الخارجية، إلى هيئة التفتيش بمديرية العرائش، إلى السادة رؤساء المصالح وأطر وموظفي المديرية، إلى السيدات والسادة رؤساء المؤسسات التعليمية والعمومية والخصوصية، إلى هيئة التوجيه، إلى الفرقاء الاجتماعيين كذلك، إلى جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والمنابر الإعلامية، إلى جمعية الآباء وأولياء التلاميذ بإقليم العرائش والجمعيات وكذلك جمعية القدماء التلاميذ والجمعيات المهنية العاملة بالحقل التربوي وإلى المنابر الإعلامية وإلى كذلك إلى مجلس جهة طنجة تطوان ووكالة تلميذ أقاليم الشمال وإلى جامعة عبد الملك السعدي وإلى كافة الشركاء. إليكم جميعا أتقدم الشكر الجزيل محفوفا بجميل الثناء والدعاء لكم بخير الجزاء، سائلين العلي القدير أن يكلل مساعينا بالظفر المبين خدمة لأبناء هذا الإقليم العامر الوطني العزيز وراء القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأقر عينيه بولي عهدي الأمير المحبوب مولاي الحسن وصني السعيد الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد أسرة الملكية الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.